اليوم غادي نقترح لكم شوربه ديال الفول اليابس بالفرماج مربي. غادي نحتاجوا في المقادير 300 غرام ديال الفول المجفف اليابس، 3 الحبات ديال الكرات اللي هو البرو، بطاطا وحده كبيره، ربطه وحده ديال الكرفس، شويه ديال الكمون، قبيصه ديال الابزار، ضامه البنه ديال الدجاج، وجوج القطع ديال الفرماج مربع كريمي. هادو هما المقادير باش نحضروا الشوربه ديال الفول يابس. غادي نحتاجوا 300 غرام ديال الفول مجفف يابس، 3 الحبات ديال البرو، حبه وحده ديال البطاطا تكون كبيره، ربطه ديال الكرفس، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، ضامه البنه ديال الدجاج، وجوج القطع ديال الفرماج مربع. اذا بالنسبه للطريقه، كنغسلوا الفول هو الاول، داك الفول يابس، وكنخليوه يترقد في الماء مزيان. كناخذوا الخضره كنقشروها، يعني البر والبطاطا والكرافس كنقشرهم كنقطعوهم مربعات صغار، وكنديروا هذه الخضره كنديروها مع الفول في واحد الكاسرونه كبيره، وكنضيفوا ليها داك الماء اللي فرتتنا فيه ضامه البنه ديال الدجاج، اولا نديروا مباشره مرق ديال الدجاج، وكنخليو كل شيء كيطيب. ملي كيبدا يغلي داك الماء اللي درنا فيه الخضره والفول، كنديروا فوق كذلك العطريه، نضيفوا شويه الكمون شويه ديال الابزار، وكنخليو كل شيء كيطيب تقريبا 20 دقيقه، وكنشوفوا انه داك الفول صافي اليابس، يعني طاب بدا تيطيب، وفي نفس الوقت داك الماء كيقلال. مباشره كنضيفوا جوج القطع ديال الفرماج مربع، وكنخلطوا مزيان، اما في الكاس الخلاط الكهربائي كنطحنوا كل شيء، اولا كاين اللي كيبغيه ياكلوا هكا شوربه هكا بالفول صايد، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، وكنسمو بشويه ديال المعدنوس. وكاين اللي كيبغي كاضافه، واخا دار يعني الفرماج مربع في الخليط ديال الشوربه، كاين اللي كيبغي ملي كنبغيو نقدموها في زليفات، وخاصه بالنسبه للوليدات، كنزيدوا ليهم واحد طريف اولا قطعه كامله ديال الفرماج مربع كريمي، وهو مازال دافيه كتذوب عليه، فكتجي لذيذه، وكتجي يعني بواحد المذاق مختلف، ونرشوا بشويه ديال المعدنوس اولا بالثوم القصبيله سيبولات، وبالصحه والراحه.